نعود لمتابعه هالحلقه مع معالي الوزير الاستاذ رائد خوري بموضوع زراعه الحشيش. الرئيس بري مصمم على تشريع الحشيشه بحسب رضوان عقيل بجريده النهار، هو عم بخوض امتحان حقيقي وصعب عند تلويحه باطلاق الباع لهذه النبته بمجتمع تقليدي. حزب الله لم يقل كلمته. دراسه شركه ماكنزي أشارت للفوائد المادية من مردود هذه الزراعة، هل ممكن تبصر يعني يبصر تشريع النور بوقت قريب؟ هيك أنا كتير يعني مبسوط إنه الرئيس بري أخذ المبادرة يلي طلعت من عنا ومشي فيها بهذا الشكل السريع، لأنه بالحقيقة حرام إنه يكون في عنا هيدي المردود اللي حيجي من هيدي النبتة للبنان ولأهلنا بالمناطق الأطراف وما نقدر نستعملها بطريقة ذكية. يعني بقى إذا يعني اليوم هذا الموضوع كان ما ينحكى بالإعلام، يعني إذا حد عم بيقول هيك تخيلي من سنة حد عم بيجي يقول لك وزير ما بدنا نشرع الحشيش بتقولي هيدا جن. يعني هلا بعد في حكي انه رجال الدين ما رح يقبلوا فيه، هلا ماشي رجال الدين عيونهم بمكان اخر. اليوم بعتقد انا مشيت الخبريه مشيت. بعتقد انت مع تشريع الضروره يعني بهالمجال؟ اذا ضل تشريع الضروره يعني اذا ضل ما في حكومه هلا انه تنعقد جلسه نيابيه مخصوص لتشريع هذا الموضوع لحتى ما يفوتنا الوقت. انا برايي كل شيء فينا نعمله عبر ليحسن الوضع الاقتصادي لازم نعمله، حتى لو ما في حكومة. إذا في مجلس النواب بيقدر يمشي فيها ما بعرف أنا قانونيتها يعني، بس أنه أكيد بشجع. اليوم ما في اعتراض، أنا ما شفت بعد اعتراض من جهة سياسية. في ناس أيدت وفي أحزاب صار عندها صمت. ما حدا صمت منه علامة رفض؟ الصمت يعني صمت. هلا بعتقد في كل حدا عنده اسبابه ليه عم يصمت. حزب الله يمكن في اسباب دينيه او اسباب غيرها، انما اليوم لو ما في قبة باط مثل ما بقولوا ما كان عم ينحكى فيها. قروض الاسكان، هل الازمه بطريقه الى الحل؟ لانه اللبناني مجرد ما يسمع انه الازمه بطريقه الى الحل بيفترض انه بكره الصبح رح تمشي القروض من جديد. وين صارت هالمشكلة؟ هلا اليوم كان مصرف المركزي تاريخيا هو عم يدعم الفايدة للقروض، طيب نعرف هذا الشيء، وكان البنك المركزي عم بيقدر يأمن فوق المليار ونص دولار قروض بالسنة. إنما البنك المركزي لعدة أسباب، أولا لأنه ما بقى عنده القدرة يعملها بهيدي الأحجام، انما هو مكمل البنك المركزي بعتقد رح يعمل هلا رزمه جديده انما ما رح يكون بنفس الكميه. ثانيا صار في كثير مضاربات وقتها بالسوق، انه في كثير ناس عم تشتري بيتين وثلاثه مش عايزين البيوت بس لانه عم تقدر تاخذ فوائد متدنيه مخفضة. وعم بحطوا مصرياتهم بفوائد عاليه وعم بيعملوا فرق ربح، يعني بقى هذا الشيء منه مقبول. يعني التشدد بشروط منح حل هي عم نتشدد برود. هلا طبعا السوق بده ينكمش لانه كان معود السوق على نمط معين، بس هذا النمط منه مزبوط لانه صار في عدد كبير من البيوت مش عايزينها الناس، هو معموله للطبقه الفقيره والوسطى، فصار في ناس معهم مصاري كثير عم بيجوا بيتدينوا وبيشتروا بيتين. رح يتحقق بالارقام يلي انكتبت هلا اليوم اللي عم ينطرح هو بديل انه مجلس النواب بيطلع قانون انه يدعم عبر وزاره الماليه تدعم الفوائد على حساب الخزينه اللبنانيه بدل على حساب بعد تحمل الخزينه اللبنانيه؟ خزينه اللبنانيه بعد تحمل؟ ما بتحمل لا. فإذا ما كل شيء هلا عم نعمله، بس مشكلتك كمان انه شو بتعملي؟ يعني انه بتوقفيها بتعمل انكماش بالاقتصاد. اليوم واقف القطاع العقاري باي حال؟ بتعرفي القطاع العقاري قديه في قطاعات حواليه عايشه من وراء قطاع العقاري؟ هو مؤشر لصحه الاقتصاد بالبلد. مزبوط. يعني اليوم واقف هذا القطاع. مزبوط. شو هو بتفتكر معالي الوزير الشيء اللي لازم يصير لتنقلب الصوره؟ يعني وتبدا ترجع تطلع مؤشرات التفاوض؟ اول شيء مثل ما حكينا بده
الحكومة تقول للمجتمع الدولي وللبنانية اللي عايشين بلبنان واللبنانيين عايشين برا أنه صار عندنا توجه اقتصادي معين لكل قطاع، هيدي بدها تنقر. لأنه قطاع الخاص نحن شو هدفنا هلأ؟ كيف نحن ما نخلص من الاقتصاد إذا بدك التباطؤ الاقتصادي؟ بدنا نجيب قطاع الخاص هو يستثمر بلبنان، شراكة يعني، إن كان شراكة عبر المرافق العامة اللي هي عبر القانون بي بي بي، أما قطاع الخاص يجوا يعملوا مصانع وشغل بلبنان ليجوا، بدنا نأمن لهم عوامل النجاح وبدنا نعطيهم ثقة. مزبوط ولا لا؟ لأنه ما في حل تاني. هلأ أكيد سادر رح يعطينا أموال، أما هيدا دين، بس هيدا غير كافي، يعني غير كافي لنكون واضحين. بدنا قطاع الخاص يجي، لا قطاع الخاص يجي بدنا نفرجيه خط الطريق، لأن فرجيه خط الطريق بدها تعتمد الحكومة وبده هذه الخطة وبده ينحط اشياء عملية. يعني نحن بالخطة اللي عم نقترحها بقلب كل قطاع حاطين خطط عملية كيف بدنا ننمي هذا القطاع عبر تحفيزات، عبر قوانين، عبر عدة أمور. منا صعبة، منا مستحيلة. يعني أعمار سوريا فرصة للبنان؟ طبعا أعمار سوريا فرصة ما لازم نفوتها، مثل ما نحن معودين نفوت كل شيء. في الفرص اللي مرتبطة بالتطبيع مع النظام السوري؟ ما أنا مرتبطة بشيء. لا أكيد إذا صار في عنا علاقات أحسن أفضل كل دولة اللبنانية مع دولة سورية، أكيد هيدا إضافة، عامل إضافة للتنسيق ليصير في شغل يعني أكثر. إنما كمان نحن كبلد بمجرد موجودين على حدود مع سوريا نحن أكيد رح نستفيد إذا عرفنا ندير البنى التحتية صوب إعادة الإعمار بسوريا. ما قصة معبر نصيب يلي عم بيصير فيه تهديد بإقفاله أمام البضائع اللبنانية؟ ليش اليوم يعني إلى 7 سنين هو الأزمة مقفل السورية؟ منه نحن عم نقول أنه لازم إيه إنه إذا رجعت انفتحت الأمور لبنان ما رح ينفتح بوجهه إلا ما يطبع مع النظام السوري. لا ما بعرف أنا شو الشروطات اللي حاطه النظام السوري، انما نحن اليوم خلينا نتفق كلنا سوا على طريقه معالجه هالموضوع ومن اي باب بدنا نشتغل. نحن لازم نشتغل من باب مصلحه لبنان. شو مصلحه لبنان؟ لازم نعملها. مصلحه لبنان انه ينفتح هيدا الخط، هيدا المعبر، لانه هيدا مين؟ هيدا معبر لبنان سوريا اردن على كل الخليج. ايه بس الخليج رح يقبل يستلم بضاعه جايه من سوريا اذا ما كان تسوت الامور مع النظام السوري؟ اكيد، لانه له مصلحه. يعني اليوم ما في مصلحه يعني انت مع انه ينطر لبنان قرار كل الدول العربيه بها. انا مع قرار، لا لانه اليوم انا باكد لك انه اذا صار في شاحنه قطعت راحت على الاردن وراحت على الخليج اكيد رح تقطع. في مصلحة مشتركة، الخليج عنده مصلحة مشتركة مع انه ينفتح المعبر، مثل ما لبنان عنده مصلحة مشتركة، مثل ما سوريا عندها مصلحة مشتركة. اليوم بالحروبات بكون الحرب العالمية الثانية او الاولى كان يبقى في تبادل تجاري بين الدول الاعداء. انه اليوم خلينا نفصل، ما يعني اليوم في ناس بلبنان مع النظام، ناس ضد النظام، بغض النظر نحن اليوم لازم نعمل مصلحة لبنان. اخيرا بدي اختم بكاريكاتير اللواء تحت عنوان المستقبل لحزب الله لا تلعبوا بالعداله، ردا على كلام الامين العام للحزب بخصوص المحكمه الدوليه لا تلعبوا بالنار. رسم امراه ترمز للعداله معصوبه العينين وتقول هل قد بتخوف العداله؟ ادمين على ازمه كمان على خلفيه المحكمه الدوليه؟ ما بعتقد. اليوم صار معروفه المحكمه الدوليه شو قراراتها بدها تكون، اليوم معروفة ومعروف يعني نحن بوعينا بلبنان كيف لازم نحيد أي قرار خارجي لحماية لبنان. يعني أنا أكيد هلأ بكل ما نقرب للقرار الظني بده يصير في يعني تشنج. إنما اليوم كل طرف بيعرف طرف الثاني شو مستنظر من هيدي المحكمة، وأنا برأيي ما في مفاجآت. يعني بهلا خلاصة معالي وزير الاقتصاد رائد خوري بتكون تحت حلقتنا. بدي أشكرك شكرا جزيلا لمرافقتي، أهلا وسهلا بك في تلفزيون المستقبل. شكرا للمشاهدين على المتابعة، إلى اللقاء غدا بإذن الله.